نشرة رياضية جديدة من أونلايف، أهلا بكم وإلى التفاصيل. اكتسح هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة للانتخابات التي أجريت على المقعد الحر لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في الجمعية العمومية للكاف والتي أقيمت على هامش كونغرس فيفا في العاصمة البحرينية المنامة. وفاز أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا بعدد 50 صوتا مقابل 4 أصوات فقط للمرشح الكاميروني، والذي تلقى دعما من عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق ليحتفظ أبو ريدة بعضوية الفيفا. وعقب الفوز الكاسح، وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الشكر لفريق العمل الذي ساعده في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مؤكدا أن تحركات الدولة المصرية في الأمتار الأخيرة قبل الانتخابات كانت مثمرة للغاية. أول حاجة طبعا بشكر الحكومة المصرية على اهتمامها الكبير بالانتخابات والدعم الكبير اللي ادته لي الدولة المصرية، وبشكر زملاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولا ننسى طبعا دور الرعاة بشكل كبير، الناس وفروا امكانات ضخمه جدا، انما الحمد لله طبعا انها كانت بشكل كبير كان فيها مجموعه كبيره، كل واحد فيهم كان بيبقى عارف انه في صعوبه. فامبارح حصلت مباحثات كتير، في ناس انسحبت من لان كل واحد طبعا عايز يحافظ على مكانته بعد كده ومستقبله في الرياضه الافريقيه او العالميه، فكان في ناس انسحبت و فضلت الكاميرون، والحمد لله ان احنا جبنا نتيجه متميزه الحمد لله، لان مصر كان لها دور حي وكبير جدا في نجاح الاخ احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وبالتالي بيبقى هنا في غيره وفي خوف ان مصر يكون لها سيطره اكتر بشكل. ما احنا طبعا بيهمنا دايما ان الكره الافريقيه والكره العربيه والكره المصريه، وبنحاول نساعد على المستوى الافريقي والدولي. بدوره قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن فوز المهندس هاني أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا أمرا كان في غاية الأهمية لتطوير الكرة المصرية نظرا للعلاقة المباشرة التي ستنشأ مع الاتحاد الدولي للعبة. فوز المهندس هاني أبو ريدة كان مهم جدا جدا بالنسبة لحاجات كتيرة جدا، نمرة واحد لمصر عشان يبقى متواجد عندها شخص موجود في المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي، نمرة 2 الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يقدر يعمل استقرار في المرحلة اللي جاية، نمرة 3 لتطوير كرة القدم في مصر عن طريق العلاقة المباشرة بين الفيفا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هيبقى حلقة الوصل فيها المهندس هاني أبو ريدة، نمرة 4 مواكبة اللوائح المصرية اللي موجودة اللي هي بقالها فترة محتاجة انها تتغير، زي لائحة شؤون اللاعبين، زي جزء من لائحة النظام الأساسي لابد انها تتغير، فهيبقى فيها تغيير. نمرة 5 ثقة الجمعية العمومية بقى في المهندس هاني أبو ريدة اللي هي ادته ثقة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت شايفاه بينجح خارجيا، فيعني ضربنا 5 عصافير بحجر واحد في نجاح الباشمهندس هاني أبو ريدة، وده يعني هيؤكد ان شاء الله عدم استقالتنا من الاتحاد المصري لكرة القدم وتواجدنا لاستكمال المدة بتاعتنا القانونية. من جانبه وعلى هامش كونغرس الفيفا أمس، أيضا أكد الإمبراطور حازم إمامة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن السويسري جياني فانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يولي قارة أفريقيا اهتماما كبيرا منذ قدومه، وذلك بزيادة عدد منتخبات القارة في كأس العالم بداية من نسخة 2026 وكذلك تطوير البنية التحتية للعبة في العديد من بلدان القارة. كأس العالم 48 فريق، منهم 9 اماكن ونص لافريقيا في 26 كاس العالم 2026. يمكن جايب معاه في الاختيار الامين العام السيده من افريقيا وفي الاتحاد الدولي، دي حاجه برضو يعني بتبين لك هو مهتم نوعا ما بافريقيا ازاي. انا شايفه هو راجل لذيذ جدا، عارف ان هو كان شغال جوه الاتحاد، فعارف كل دواخل الامور، مش مجرد ان هو جه منصب، لا هو اشتغلها من تحت، فعارف كل الامور ماشيه ازاي. انا شايف ان شاء الله افريقيا يكون ليها يعني بتتطور بشكل كبير، بتشوف بطولات افريقيا بقت متطوره ازاي، البطولات الافريقيه، الانديه الكونفدراليه بيحاولوا يطوروا فيها السنه دي شكل مختلف، الشامبيونز ليج الافريقي، بطولات افريقيا الامم بقت بتشوفها عامله ازاي، بيحاولوا يطوروا البنيه التحتيه في بلاد كتيره جدا من خلال اقامه البطولات دي فيها، وبالتالي بيعمل مواصلات واقامات وملاعب. فيعني اتمنى ان شاء الله ان افريقيا يكون باينها بشكل كويس. طبعا موضوع 48 فريق في كاس العالم 9 لافريقيا اكيد هيزيد المستوى جدا، وان شاء الله نكون هناك بقى 26، ده يعني نكون موجودين اكيد بقى نكون موجودين يعني.
وعلى الدور الممتاز، حيث واصل الأهلي مسيرته بخطى ثابتة نحو اقتناص درع الدوري المرة 39 والثانية تواليا، وذلك بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه النصر للتعدين برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة. عبد الله السعيد النجم وسط الشياطين الحمر تكفل بإحراز هاتريك من رباعية الأهلي، فيما أحرز المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي الهدف الرابع. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 74 نقطة محكما قبضته على الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 22 في المركز 17 وقبل الأخير. وفي لقاء آخر أشعل الداخلية صراع الهبوط هذا الموسم بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه أنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما باستاد أكاديمية الشرطة في الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة عبد الرحمن بودي في الدقيقة 81 من عمر اللقاء. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الداخلية إلى 24 نقطة في المركز 16، بينما تجمد رصيد أنبي عند 31 نقطة في المركز 12. قاد الكونغولية كابونغو كاسانغو فريقه الاتحاد السكندري لفوز ثمين على حساب ضيفه الشرقية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب في منافسات الدوري الممتاز. سجل هدف الاتحاد كابونغو كاسانغو في الدقيقة 87 من اللقاء. بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشرقية عند 29 نقطة في المركز 18 والأخير. وفي ختام لقاءات أمس حقق فريق النادي المصري فوزا صعبا على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد إسلام صلاح ليرفع الفريق البورسعيد رصيده إلى 47 نقطة ليحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 36 نقطة بالمركز التاسع. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعدما اعترض جهاز المصري بقيادة حسام حسن على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم مما تسبب في طرده، كما تم إلغاء هدف لدجلة في الوقت القاتل بداعي التسلل في مشهد مثير للجدل. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث تختتم اليوم منافسات الجولة 28 بالمسابقة بلقاء الانتاج الحربي وطلائع الجيش على استاد السلام. يدخل الانتاج الحربي المباراة برصيد 28 نقطة في المركز 13، بينما يحتل طلائع الجيش المركز 10 برصيد 35 نقطة. وستكون مباراة اليوم هي الأولى لطلائع الجيش مع مدربه الجديد أحمد سامي الذي تولى المهمة خلفا لطارق يحيى الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق. استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي لكرة القدم بقيادة حسام البدري على إضافة اسم ميدو جابر لاعب الفريق للقائمة الإفريقية. وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن ميدو يقدم مستوى جيدا مع الفريق منذ بداية الدوري الثاني من بطولة الدوري، لهذا استحق أن يتواجد بالقائمة الإفريقية. كان الأهلي قد قيد 26 لاعبا بقائمته في يناير الماضي، ويتبقى له إضافة 3 لاعبين آخرين بعد قيد جابر. ويبدأ الأهلي مشواره في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بملاقاة زاناكو الزامبي. وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر على سفر الفريق الأحمر إلى الكاميرون بطائرة خاصة لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ومن جانبه قال كامل زاهر أمين صندوق النادي إن المجلس فضل سفر الفريق بطائرة خاصة تجنبا لإرهاق اللاعبين ولعدم وجود طيران داخلي بين العاصمة ياوندي ومدينة جاروة التي تستضيف اللقاء، وذلك بعد تحديد القطن الكاميروني لـ 23 من مايو الجاري موعدا للمباراة.
بدأ نادي الزمالك في البحث عن بديلين للثنائي الإفريقي النيجيري ستانلي والزامبي مايوكا بعد اقتراب الثنائي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينوي مسؤول الزمالك تسويق مايوكا خارجيا بالتنسيق مع وكيل أعماله، وكذلك عدم تجديد إعارة ستانلي من نادي وادي دجلة بسبب وجود بند بشرائه نهائيا مقابل 1,500,000 دولار، وهو مبلغ كبير للغاية. وتلقى الزمالك العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة خلال الأيام الماضية للاختيار من بينهم في الفترة المقبلة. استقر مسؤول الزمالك على تسويق لاعب الفريق البوركيني محمد كوفي بالبيع أو الإعارة، وذلك بعد انتهاء إعارته رسميا لفريق الاتفاق السعودي. ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال أيام لعقد جلسة مع مسؤول الزمالك وحسم مصيره النهائي. ويفضل الزمالك رحيل اللاعب والتعاقد مع إفريقي بديل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد طلب البرتغالي أغاستو إناسيو تدعيم الفريق بصفقات هجومية مميزة. أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الفراعنة سيخوض مباراته المرتقبة أمام تونس في 11 يونيو المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام بالكاميرون. وقال لهيطة أن الاتحاد التونسي اختار استاد راتس معقل فريق الترجي لاستضافة المباراة، موضحا أنه قام بمعاينة الملعب وسيتم إعداد تقرير عن الرحلة عقب العودة إلى مصر وتسليمه للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر. تأهل فريق الأهلي السعودي الذي يضم بين صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمد عبد الشافي إلى دور 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الفوز بثنائية نظيفة على أهان أصفهان الإيراني في الجولة الأخيرة المجموعة الثالثة، سجلها عبد الفتاح سيري وأمير كردي. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أهان أصفهان الإيراني عند 7 نقاط في المركز الثالث. كشف الكابتن أيمن صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك عن سر الخلاف بين أحمد الأحمر نجم الفريق الأبيض والمنتخب الوطني ومروان رجب المدير الفني للمنتخب، والذي نشب بينهما خلافا خلال بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في فرنسا. الأحمر بيأثر مع منتخب مصر، أحمد الأحمر بيأثر مع أي فرقة بيبقى موجود فيها، بس هو مش فرقة النجم الواحد أو مش فرقة اللعيب الواحد، لكن في نسب، في نسبة وتناسب، والدليل على كده ان منتخب مصر ما قدرش يستغنى عنه وهو مصاب. احمد الاحمر اصيب في اول مباراة في كاس العالم امام قطر واستمر يلعب وهو مصاب، تحمله على نفسه واصابته هو ده اللي خلى الاصابة تتفاقم. عودته هو لغاية دلوقتي ما رجعش، ما قدرش يجري، ما قدرش، لكن لسه متهيألي قدامه لسه من 2 لـ 3 أشهر عشان يقدر ينزل الملعب تاني وبتاع، وساعتها هو هيقرر اذا كان هو عنده رغبة ان هو يكمل، هيكمل بقى في نادي الزمالك ولا هيكمل برة، لان هو لسه قدامه 3-4 مواسم يعني ان شاء الله. مش خلاف اكتر منه سوء تفاهم حاصل في الملعب، والامور مشيت بدليل ان مروان ما قدرش يستغنى عن احمد، واحمد ما طلعش من الملعب، كان بيلعب بالبطولات كلها وبيلعب الماتشات كلها، واخر مباراه كان بيلعب اللي هو كان مباراه دور 16 امام كرواتيا، واحمد اللي صمم ان هو ينزل، يعني احمد اللي صمم ان هو ينزل لان كان الفرق كان كبير في الاهداف في الشوط الاولاني، فهو صمم. يعني اي ما فيش مدرب هيبقى شايف ان واحد هيكسبه وهيقعده جنبه، واحمد الاحمر مش من النوع النرجسي او ان هو بيفضل الانا على مصلحه المجموعه، احمد الاحمر شخصيه طيبه جدا وبيحب ان هو يلعب، يعني تحب تعاقب احمد الاحمر انك تمنعيه من اللعب. اكد مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله ان المجموعه التي وقع منتخب مصر لكره السله في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم التي ستقام في الصين العام بعد القادم صعبة للغاية، لأنها تضم منتخبات قوية في القارة السمراء وهي أنغولا والمغرب والكونغو الديمقراطية. وكشف رئيس الاتحاد أن المرحلة المقبلة سيصعد من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة، ثم يتم تكوين مجموعتين يتأهل من كل منهما الأول والثاني وأفضل ثالث في المجموعتين. ويشهد المونديال القادم لأول مرة مشاركة 5 منتخبات إفريقية. نشرتنا رياضية مستمرة وفيها بعض الفاصل. يوفنتوس يطرق باب المجد أمام موناكو في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
أهلا بكم من جديد. في مهمة أشبه بالمستحيلة يحل فريق موناكو الفرنسي ضيفا اليوم على يوفنتوس الإيطالية على ملعب يوفنتوس أرينا، وذلك ضمن إياب دوري نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتاج أبناء الإمارة الفرنسية لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف في قلب معقل اليوفي إذا ما أرادوا بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخهم، وذلك بعد خسارة بثنائية ذهابا بمونت كارلو. في المقابل يسعى فريق السيدة العجوز إلى التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في 3 مواسم، خاصة أنه يتمتع حاليا باكتمال قوته الضاربة هجوما ودفاعا. وقبل المباراة الصعبة لفريقه الليلة قال كيليان امبابي نجم هجوم موناكو إن فريقه سيسعى خلال مواجهة اليوم أمام يوفنتوس للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بثنائية في الذهاب، وإذا لم يحدث سيكون تركيز موناكو على حسم الدوري الفرنسي هذا الموسم. نحن مستعدون وكل شيء ممكن في كرة القدم، وسنذهب إلى هناك بهدف التأهل، وسنحاول أن نفعل كل ما في وسعنا، وإذا نجحنا فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فإننا سنركز على ضمان الفوز بالدوري الفرنسي، فهذا شيء مهم بالنسبة لنا، ونحن نعلم كيف نهاجم، ولدينا الرغبة والاهتمام الكافي لمفاجأتهم اليوم، لأنهم فريق جيد كما أظهروا في مباراة الذهاب. أما فيما يخص شائعات الاقتراب من الانتقال لريال مدريد، أقول إن هدفي الحالي هو تحقيق أول بطولة لي مع موناكو، وقد اقتربنا كثيرا من هذا الهدف، وبعده سيكون أمامي قرابة 2.5 شهر للتفكير في خطوات التالية، وحتى يحدث هذا لن تزعجني أي شائعات. من جانبه قال أسطورة حراسة المرمى الحية جيان لويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب الأتزوري إن التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيجعله يعيش اللحظات الأكثر سعادة في مشواره، خاصة أنه سيكون اللقب الأول في تاريخه كلاعب. وأكد بوفون أن موناكو الفرنسي يلعب كرة مليئة بالطاقة والإيجابية ويجب الحذر منه في لقاء العودة اليوم، وأضاف أنه سعيد بمواجهة امبابي مهاجم موناكو الشاب الذي ولد في عام 1998 وهو نفس العام الذي لعب فيه بكأس العالم، لأن ذلك يؤكد أن لديه تاريخا كبيرا من الخبرات. بات فريق تشيلسي على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على ضيفه ميدلسبرا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب ستانفورد بريدج، وذلك في ختام المرحلة 36 من البطولة، ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 48 نقطة في الصدارة ولديه مباراة مؤجلة، ويحتاج الفريق اللندني 3 نقاط فقط من أجل حسم لقب البريمير ليج هذا الموسم بغض النظر عن نتائج ملاحقة توتنهام. أما ميدلسبرا فقد هبط رسميا إلى درجة الأولى بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز 19. توج نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بجائزة أفضل لاعب خلال العام من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، واقترب الدولي الفرنسي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقين مختلفين خلال موسمين متتاليين بعد أن فاز باللقب مع ليستر سيتي العام الماضي، ويأتي التتويج بعد أقل من أسبوعين على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين. يذكر أن كانتي هو أول فرنسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج منذ تتويج مواطنه تييري هنري مع أرسنال عام 2004. N'Golo, very, very many congratulations. How does it feel here to be honored with the men's PFA players? قال لاعب وسط مانشستر يونايتد خوان ماتا إن الهزيمة بهدفين دون رد أمام أرسنال بالبريمير ليج قضت تقريبا على أمال فريقه في الحصول على مكان بين المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المحلية، ليحول الفريق تركيزه لمباراته بإياب قبل نهائي يوروبا ليج عندما يواجه سيلتا فيجو. ورغم أن فرصة يونايتد في التقدم للمركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدور الأبطال في الموسم المقبل تبدو شبه مستحيلة الآن، فإن فريق المدرب جوزيه مورينيو بوسعه تأمين المشاركة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بالفوز بلقب الدوري الأوروبي. أكمل كليفلاند كافاليرز حامل اللقب انتصاره الكاسح بنتيجة 4-0 في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تغلبه بنتيجة 109-102 على تورونتو رابتورز، وذلك عندما أحرز ليبرون جيمز 35 نقطة واستحوذ على 9 كرات مرتدة.
بذلك بات كافاليرز أول حامل اللقب يفوز 8-0 على مدار سنتين في مباراتيه في الدورين الأول والثاني من البلاي أوف، فيما سيخوض نجم الفريق الملك ليبرون جيمز النهائي السابع على التوالي للمنطقة والتاسع في 14 عاما. قالوا يخلق من الشبه 40، وقد يكون من حسن ظنك من حسن حظك أن تشبه المشاهير بل تصبح نسخة تبقى الأصل من أحدهم، لكن الشاب الإيراني ريدا برازداتش الذي يكاد يكون ليو ميسي ولكن بنسخته الفارسية ربما قاده الشبه مع الأسطورة الأرجنتينية إلى بعض المتاعب مع شرطة إيران لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويكون بذلك مشهد الختام. مشاهدينا إلى هنا انتهت نشرتنا الرياضية ولم يتبقى سوى التذكرة بأهم ما جاء فيها من أخبار. أبو ريدة يكتسح انتخابات الفيفا ويحتفظ بعضويته في المكتب التنفيذي. الأهلي يمطر شباك النصر للتعدين برباعية نظيفة ويسير بخطى ثابتة نحو اقتناص درع الدوري. تشيلسي يرسل البورو إلى الشامبيونشيب ويتبقى له خطوة أخيرة نحو استعادة لقب بالبريمير ليج. مشاهدينا انتهت نشرتنا الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة وتأتيكم نشرة مفصلة على رأس الساعة، فتفضلوا بالبقاء معنا.